فروض الوضوء، من يذكر لي فروض الوضوء؟ سبحان الله، أرفع لي. نعم الشيخ، بسم الله. كم؟ ستة. هذا علم. نعم. يوض وفرض سدستن عشر. أربعة ذكرت في الآية. أردت وجه بقرآن ليت من استوعب. غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق. في تماتا كما تقول كما قوم بنقرنا بفن باقي جوها كما سابقا. وغسل اليدين مع المرفقين. الجن مع دارستا كرنود رأس. ومسح الرأس مع الأذنين. أقول ما بس كجروبا. وغسل الرجلين مع الكعبين. والترتيب لابد يرتب. والموالاة يعني المتابعة لا يفصل بين عضو وعضو، لأن عبادة واحدة متصلة. عبادة وجمدات لبعضنا ساقرار رطنا أكتات لما جرس يقبلون. نعم.